الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع السريع مثال على الطلب والعرض وفائض الطلب وفائض العرض، demand supply and the supply surplus demand and surplus supply. أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم جميعا، وعلى بركة الله نبدأ. كما ذكرت أقدم في هذا المثال بيانات طبعا افتراضية عن الكميات المطلوبة quantity demanded Q sub D والكميات المعروضة quantity supplied Q sub S مقابل مستويات السعر اللي هو price P المختلفة. لنفترض توافر البيانات الآتي عن الكميات المطلوبة والكميات المعروضة من سلعة التفاح، إذا هنا quantity demanded كميات المطلوبة quantity supplied كميات معروضة من سلعة التفاح. هذا هو الآن الجدول، جدول الطلب والعرض مدمج في جدول واحد. عندي هون مستويات الأسعار بتكون منخفضة عن مستوى واحد ثم ترتفع إلى 2-3 وهكذا إلى أن ننتهي بـ9. لاحظون ارتفاع الأسعار، لكن مقابل مستويات مرتفعة الآن عندما ترتفع الأسعار تنخفض الكميات المطلوبة، وبالتالي هنا حسب قانون الطلب الذي ينص على أن العلاقة بين الكمية المطلوبة من جهة والسعر من جهة أخرى علاقة عكسية. إذن دائما وأبدا علاقة عكسية بين الكميات المطلوبة من سلعة ما وسعرها. أما الآن قانون العرض ينص على أن العلاقة طردية موجبة إيجابية بين الكميات المعروضة والسعر، فكلما ارتفعت الأسعار زادت الكميات المعروضة. الآن عند التوازن يحدث هذا التوازن عندما تكون الكمية المطلوبة أو الكميات تساوي الكمية المعروضة quantity demand تساوي quantity supply. هذا إذا نظرنا إلى الجدول لا نلاحظ أنه تحقق إلا فقط مقابل طبعا هنا أرقام صدفة أنها 5-5-5، لكن عندما كان السعر 5 كانت الكمية المطلوبة تساوي 5 وحدات والكمية المعروضة تساوي 5 وحدات. كيف يمكن لنا أن نمثل ذلك بيانيا؟ على المحور الأفقي الكميات المطلوبة والكميات المعروضة، على المحور العمودي أسعار الكميات المطلوبة والمعروضة P، وعندي demand curve هذا D منحنى الطلب. لاحظوا لأن العلاقة عكسية بين الأسعار والكميات المطلوبة، كلما ارتفعت الأسعار انخفضت الكميات المطلوبة، فعندي هون العلاقة عكسية D. هذا الآن هو تجسيد أو ترجمة قانون الطلب الذي ينص على أن العلاقة بين السعر والكميات المطلوبة علاقة عكسية. أما الآن العرض، منحنى العرض هو S هذا، فيجسد أو يترجم قانون العرض الذي ينص بأن ينص على أن العلاقة بين الكميات المعروضة من سلع ما والسعر علاقة طردية، وبالتالي لاحظوا لي هنا هذا التجسيد أو ترجمة قانون العرض. الآن التوازن يحدث ماذا؟ عندما تكون الكميات المطلوبة مساوية الكميات المعروضة، هذا الآن نقطة الالتقاء بين الكميات المطلوبة المعبر عنها في هذا المنحنى والكميات المعروضة المعبر عنها من خلال هذا المنحنى. هذا الآن الكمية تساوي 5 والسعر يساوي 5، وكما ذكرت بأن هذه مصادفة فقط أن الأسعار متشابهة، لكن هذه أسعار بالدينار بالدولار شو مكان حتى بوحدات سلعة معينة، لكن هذه الآن من التفاح. الآن كل الأسعار فوق السعر التوازن، هذا السعر التوازن الذي اتفق عليه الطالبون والعارضون، الذي اتفقت عليه قوى الطلب والعرض نتيجة لتفاعلات حرة حسب يعني خلينا نقول نظرية السوق الحرة. إذا يعني عند مستويات أسعار أعلى من السعر التوازني، نفضل الآن نتحدث عن الأسعار فوق السعر التوازني، هذا دائما أبدا يؤدي إلى ما يسمى فائض العرض. دائما وأبدا إذا كانت الأسعار فوق السعر التوازني فإن ذلك يؤدي إلى وجود أو تحقق ما يسمى surplus supply، أوكي، اللي هي فائض العرض. أما الأسعار التي أدنى من السعر التوازني فإنها تؤدي إلى تحقق ما يسمى بفائض الطلب. إذن هذه الصورة المهمة جدا، يمكن لنا الآن أن نستخدم بعض البيانات من الجدول، جدول الطلب والعرض، ونحسب كم هو فائض الطلب كم هو فائض العرض من السلعة عند مستويات أسعار مختلفة. لكن مهم جدا أن تدققوا في البيانات وتدققوا بالرسم البياني لأهميته في فهم نظرية الطلب والعرض. نكمل على بركة الله. الآن البيانات الافتراضية مرة أخرى، هذه البيانات الافتراضية، التوازن هنا، وهذا الآن التمثيل البياني لها. الآن لنفترض بأن السعر P تساوي 2 ف
فرضية. ما يعني الآن لاحظوني الآن هذا السعر 2، ما الذي يحدث عند السعر 2؟ الكمية المطلوبة تنخفض من 10 إلى 8، لكن الكمية المعروضة ترتفع من 2 إلى 3، وبالتالي هنا لاحظوني السعر هنا 2، هذا 2، فالآن الكمية المطلوبة نقطة تقاطع الآن بين لاحظوني هذا السعر 2، هذا منحنى العرض وهذا منحنى الطلب. الكمية ستصبح الآن بدل أن هنا لاحظوني الكمية المطلوبة 8، وبالتالي هنا مقابل أول شيء 2 الكمية المعروضة 3، فإذا هنا 3، هذه 3 كمية معروضة. أما الكمية المطلوبة هاي 8 مقابل السعر 2، وبالتالي تحققت هنا. فعندي الآن الفائض الطلب، فائض لاحظوا لي أن الكميات المطلوبة أعلى من الكميات المعروضة، الفرق بيناتهم 5 مرات. هذا بنسميه إحنا عجز في يعني قيام السوق بتلبية رغبات المستهلكين مقابل 2، لأنه رغباتهم فقط بالنسبة للمنتجين. بقول لك أنا لا أستطيع تزويد السوق مقابل سعر 2 إلا بثلاث وحدات، والطالبين في هذه الحالة بقول لك مقابل السعر 2 أنا بدي 8 وحدات. فالفرقية الآن عجز، أوكي، بنسميه فائض سلبي هنا، عجز في الطلب مقداره 5 وحدات. ننتقل الآن إلى الجانب الآخر، وعن هنا الفرق بين 8 و3 يساوي 5. الجانب الآخر اللي هو البيانات الافتراضية مرة أخرى، هذه البيانات الافتراضية، هذه سعر التوازن، هذا الشكل البياني. لكن الآن نفترض على أن السعر أصبح 9، الآن هذا 9 لاحظوني، ما يعني بأن فائض العرض قبل قليل، أرجو يعني أن أؤكد على الحقيقة هذه، بأن هنا هذه هنا فائض الطلب لكنه بالسالب، يعني لا يستطيع الآن العارضون المنتجون أن يزود السوق بالكمية اللي بطلبها الطالبين المستهلكين، فهذا فائض سلبي، أوكي، اللي هو شورتج يعني بنسميه احنا، وعجز. أما الآن في حالة أنه الأسعار أصبحت 9، تصبح الآن طبعا التوازن ثاني مرة، وهي الشكل البياني، عندما تصبح الأسعار يعني أو السعر 9، فإن الكمية المطلوبة تنخفض بشكل كبير إلى 1، لكن الكمية المعروضة ترتفع إلى 9، وبالتالي في عندي فائض عرض هنا حقيقي يكون موجب القيمة، هنا موجب القيمة مقداره 8. كيف يمكن تمثيله بيانيا؟ لأن هاي 9 اللي هي السعر مقابل الآن كمية مطلوبة مقدارها 1 وكمية معروضة مقدارها 9. الآن ما الذي يحدث؟ هذا هو الآن 9، لكن هاي النقطة الآن تختلف، كيف الآن تمثيلها مقابل الكمية، مقابل عفوا السعر 9، بتكون الكمية المطلوبة 1، وبالتالي هنا على المحور الأفقي هنا 1 اللي هي الكمية المطلوبة. أما الكمية المعروضة فتصبح 9 هنا مقابل هنا، نروح هنا، وبالتالي بيكون الفائض الموجب، هناك فائض سالب في حالة الطلب، فائض موجب هنا مقداره 8 اللي هو الفرق بين 1 و9. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة لكم جميعا أحبتي، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.